بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه محتويات مولد طاقة شمسية صغير يتكون من ثلاث بطاريات، كل بطارية 12 أمبر. راح نحط فيوزات وراح نحط مقياس للفولتج عشان متابعة البطاريات، وراح حنا نصممه إن شاء الله. راح نوضع نور خارجي، الشبك اللوح راح يكون لوح 50 كبير، 50 واط عن طريق أندرسون. المنظم منظم MBBT، منظم جيد. راح نركب فيه USB، ولاعة مع مفتاح رئيسي، مدخل الكهرباء، بالإضافة إلى الأنوار وأصابع بطاريات للشحن. يشغل تلفزيون، يشغل 10 لمبات طول الليل، 3 واط. الصندوق راح نحطه في صندوق خاص طلبته من أمريكا، صندوق ذخيرة يستخدم من الجيش الأمريكي، صلب جيد ضد الماء وضد هذا، ممكن الواحد يشيله. وراح نحط فيه البطاريات ونثبت البطاريات تثبيت صحيح، وخطوة خطوة حتى إن شاء الله ننتهي منه. أول شيء كيف طريقة تثبيت البطاريات. تثبيت البطارية طبعا الصندوق صممنا هذا، سويته الطريقة هذه، وراح نثبته من تحت. بعد ما نحط البطاريات، 3 بطاريات بالطريقة هذه، بعد تثبيتها بالطريقة هذه، طبعا في تركيب تهوية، راح نحط هذه اللي نحط عليها المحول ونسوي راح نثبت البطاريات بهذه بالطريقة هذه كلها، ونسوي المخارج من هنا وهنا، وإن شاء الله نوريك مياه جاهز. هذا هو بعد ما انتهى الحمد لله. حطينا اللي قلنا عليه، هذا الأصابع، هنا شحن USB، هنا الولاعة، هنا شبك اللمبات. طبعا انت حتى الفولت تقدر تشيك كم فولت فيه، بالإضافة إلى فيه لمبة تقدر تشغلها خارجية مع تهوية. حطينا تهوية هنا، النظام كامل مع تشغيل اللمبات. هذا هو بعد التركيب، MBBT، الفيوزات كاملة محمية، النظام ضمان سنة. طريقته شبك اللوح عن طريق MC4 هذا، على طول تشبك اللوح بسهولة. و3 بطاريات، النظام محمي بالكامل بفيوزات، وحتى الشاحن شاحن MBBT اللي هو أفضل أنواع منظمات الشحن. طيب اللمبات، جيب اللايت، اللمبات يشغل زي ما قلنا 10 لمبات، ولا لمبة مثل هذه تقدر تشبك هذه 12 واط. لو شبكتها هنا مثلا للرحلات البرية أو مع ضمان سنة. طبعا أنا ما حاولت أني أقتصد فيه بأي شيء، خليته من أفضل الأنواع، محمي وجودة عالية. اللي أبغاه موجود بالجبيل،
حي الصفا بشارع عمر بن عبد العزيز ابو فيصل. السعر 1500 ريال. شكرا.